كما تنضم إلينا عبر الهاتف النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذة أميرة، بعد التحية، الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بالفعل عن إقامة الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبين دوليين، برأيك أهمية هذه الخطوة؟ يعني التأثير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، كما جرت العادة يعني أنه يشرف على الانتخابات الجهات القضائية في مصر، ده يمكن أمر ليه علاقة باستقبال المواطنين وطمأنينتهم للإشراف القضائي على الانتخابات. ويمكن إحنا في مجلس أمناء الحوار الوطني كنا حريصين جدا على التأكيد أنه حتى بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الدستور هيصدر تشريع لمد الإشراف القضائي لطبيعة ده واتفاقه مع إدراك المصريين عن نزاهة الانتخابات وعن حيدة الانتخابات، وهو أمر مؤسس نجاح العملية الانتخابية. بالتأكيد أستاذة أميرة، مجلس أمناء الحوار الوطني يعني أوصى بالفعل بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات. طبعا دي عملية أساسية، عملية الانتخابات الرئاسية في العملية السياسية في البلاد. برأيك كيف يتم زيادة الوعي لدى المواطنين ولدى الناخبين للمشاركة السياسية في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام في مصر؟ يعني اعتقد المشاركه هي جزء من انعكاس مفهوم المواطنه. انا وانا بصنع قرار لبلدي مهم جدا اني اكون مستخدم صوتي، ويعني حقيقه من خلال المنابر الاعلاميه انا وغيري واي حد عنده حيثيه في هذه البلاد، كان عضو مجلس نواب قادر يحرك الجماهير وتشجيعها على الانتخاب، الأحزاب السياسية، كل المنابر الإعلامية، كل من في موقعه، المعلمين اللي بيقدموا قدوة لطلابهم، لأنه الحقيقة هو ده مفتاحي جدا في ممارسة الديمقراطية وفي إدراك الحقوق. ده حق لكل مواطن مصري أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وأن يعبر عما يجول بخاطره من اختيار يعكس الأداء ويعكس يعني ما يريده لمستقبله. فالحقيقة مسألة المشاركة مسألة مفصلية جدا. بس أستاذة أميرة، يعني جرت العادة أنه هناك دوافع متعددة لدى المواطنين للمشاركة في الانتخابات، ليس دائما الوعي السياسي هو الدافع الرئيسي، فبالتالي لابد من الوصول إلى الناخبين، كافة الناخبين بكافة طوائفهم، وحثهم لتشجيعهم للمشاركة في العملية الانتخابية. وهذا ربما لب السؤال، كيف يكون يعني إمكانية الوصول إلى عقول وقلوب المواطنين الناخبين لكي يعني يشجعوا على المشاركة في هذه العملية السياسية؟ يعني كلام حضرتك قطعا صحيح، وفي قطاعات واسعة ممكن يكون مسألة الوعي السياسي بالنسبة لها مسألة يعني صعبة الإدراك، ولكن الفكرة كلها هنا مدى اتصال المسؤولين ومدى اتصال من هم يؤثرون في جموع الناس بالناس، هو ده اللي ممكن يحرك الناس. فزي ما كنت بأذكر لحضرتك، في مسؤولية عن لكل واحد واعي سياسيا ولكل واحد مقدر قيمة المشاركة ان هو يشجع المواطنين على هذا الأمر، اللي رايح ينتخب ياخد معاه عدد من المواطنين، لأنه الحقيقة دي الضمانة الوحيدة اننا بنتحرك ناحية مكتسبات ديمقراطية جادة. نسب المشاركة بتدل دايما. طيب أستاذة أميرة، أيضا يعني وسائل الإعلام لها دور، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبح طبعا لها دور كبير في هذه المرحلة، كيف يمكن استثمارها للوصول إلى الناخبين؟ يعني كما عهدنا دايما وقت الانتخابات الرئاسية يمكن بيبقى فيه حملات مكثفة إعلامية وتوعوية عن مسألة المشاركة، وأعتقد أنها لازم تحصل وبشكل مكثف. وبالمناسبة أعتقد أنه هيكون في عدد من المرشحين الرئاسيين يسمحوا بحالة من زي ما بنقول الجدل السياسي، يسمحوا بأنه نقف وننظر إلى السياسات المتبعة وننتقدها بشكل واسع ونقول منتظرين إيه من هذه الانتخابات القادمة. يعني أنه المواطن الآخر يحس أنه ما يعنيه من ملفات التعليم والصحة وغيرها ليها علاقة بمشرة بالقيادة السياسية، ليها علاقة مباشرة بتعبيره عن أماله وطموحاته وما يريده في المرحلة القادمة. كل ده بيخلق مساحة، أنا النهاردة الانتخابات دي تعنيني في إيه، أو أنا النهاردة لازم ليه أقول صوتي وأشارك في هذه العملية الانتخابية. لازم ده يتبسط لكل مواطن في حياته اليومية، الانتخابات ليه مهمة والانتخابات ليه
ممكن تنعكس على مصالحه بشكل مباشر. صحيح. أشكرك جزيل الشكر النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.